أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش اللبناني إنقاذ وتوقيف 63 طالب لجوء كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى انتشال مركب من الغرق كان في طريقه إلى قبرص وعلى متنه سوريون. يفتح إعلان الجيش اللبناني الباب على ظاهرة الهجرة من لبنان التي تفاقمت في العام الأخير بسبب المشكلات الاقتصادية والسياسية العاصفة بالبلاد، حيث لم يقتصر الأمر على هجرة اللبنانيين بل أيضا السوريين باتوا في الصفوف الأولى للراغبين باللجوء نحو الاتحاد الأوروبي. أمران أحلاهما مر، فإما البقاء في لبنان في ظل وضع مأساوي أو الخروج منه ولو بطريقة غير قانونية. هذا هو حال اللاجئين السوريين في لبنان الذين أصبح ما يقارب 90% منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير أممية. إذن لا حل أمامهم إلا اللجوء إلى قوارب التهريب، محاولين البحث عن ملجأ لعلهم يبصرون بريق الحياة يوما ما. لكن لا، حتى هذه المحاولة البائسة كان مصيرها الفشل، إذ أوقفت دوريات تابعة للقوات البحرية في الجيش اللبناني 54 شخصا بينهم 9 نساء و20 طفلا في محاولة للهرب عبر البحر من جزيرة البلان في طرابلس، بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني. كما أنقذت الدورية 9 سوريين من مركب كان يغرق وهو في طريقه إلى قبرص، إضافة إلى 3 دوريات أخرى كانت تستخدم في عمليات تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت المهربين على متنها. الواقع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم، بدءا من الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 وتفاقمت بعد انتشار فيروس كورونا والإغلاق العام الذي فرض على البلاد كلها، ما تسبب بانتشار البطالة وانتهاء بانفجار بيروت. لبنان الذي أصبح 21 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي ويواجه أزمة اقتصادية ومالية تكاد تكون من أشد 3 أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850، أضيق خناقه على اللاجئين السوريين فيه. فبحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسف، فإن اللاجئين السوريين في لبنان باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت نور طوق. مرحبا بك. أهلا بك. لو تطلعينا على آخر يعني الأحداث بخصوص هذا الموضوع، كم عدد السوريين الذين كانوا أيضا على المركب؟ نعم، مساء الخير لكما. إنها ليست الحادثة الأولى التي يقوم فيها الجيش اللبناني بضبط زوارق أو مراكب تذهب من شواطئ طرابلس إلى قبرص، يعني يكون على متنها لبنانيين وسوريين، وفي أغلب الأحيان يكون عدد السوريين أكبر. اليوم في هذه العملية التي جرت تم، يعني كانت العملية الأكبر وفق تعبير الجيش، لأنه ضبط 54 شخصا ومن بينهم 20 طفلا تقريبا، وهذا الأمر يعني جدا خطير، لأنه يتم أيضا وضع الأطفال بمواقف خطيرة جدا في نقلهم في هذه الزوارق هربا من لبنان. من بين هؤلاء 54 شخصا، هناك بحسب المعلومات أكثر من 25 شخصا من الجنسية السورية. لم يكن هناك تأكيدات حول الرقم، لأن هناك سرية كبيرة حول هذه العملية،
ولكن وفق ما علمنا أن هناك أكثر من 25 شخصا سوريا. إضافة إلى ذلك ضبط الجيش أيضا مراكب كانت معد يعني كانت تتجهز لنقل هؤلاء إلى شواطئ قبرص، وكان على متنها بعض مهربي البشر إذا صح التعبير الذين يقومون بتهريب هؤلاء الأشخاص، وهم حاليا بقبضة الجيش اللبناني ويتم التحقيق معهم وهم يعني تم توقيفهم. بالإضافة إلى ذلك تم إنقاذ 9 أشخاص من الجنسية السورية كانوا على متن زورق وأيضا في محاولتهم إلى الهروب إلى قبرص. هؤلاء كانوا في وضع دقيق جدا لأن المركب الذين كانوا فيه كان معرض للغرق، لذلك الجيش يعني خلص حياتهم على يعني بوقت أنقذهم بوقت دقيق جدا، وهم يعني بحسب المعلومات صحتهم جيدة وعادوا. إلى أين تم نقلهم؟ تم الإجراءات التي حاليا للتحقيق معهم. عادة أيهم عادة يتم توقيف هؤلاء ويتم التحقيق معهم ويتم ترحيل بعضهم الذي لا يملك أوراق إقامة شرعية في لبنان أو الذي دخل خلسة إلى لبنان بعد العام 2019، لأنه كما نعلم مجلس الدفاع الأعلى يمنع أي سوري من الدخول عبر الحدود اللبنانية خلسة. لذلك إذا كانوا دخلوا بهذه الطريقة سوف يتم ترحيلهم، وإذا كان لديهم أي أوراق تثبت إقامتهم الشرعية في لبنان سوف يتم إطلاق سراحهم. هذا ما يعني يتبين في الأيام المقبلة، وعادة ما يتم ذلك بسرية كبيرة، لذلك الجيش لا يشير في يعني لا يشير لاحقا ماذا يفعل مع هؤلاء. ولكن الغريب نور، يعني الطريق خطر جدا عبر البحر المتوسط وبعيد أيضا، يعني غير مثلا الطرق الأخرى إن كان من تركيا على اليونان أو شيء، يعني شو الأسباب اللي عم تدفع السوريين لاتخاذ هذا الطريق، خاصة أنه كما سمعنا البعض منهم يدخل من سوريا إلى لبنان يعني تحديدا ليذهب عبر قبرص؟ نعم بالفعل أيهم هذا ما يجري. عدد كبير من السوريين يدخلون إلى لبنان عبر الحدود بطريقة غير شرعية للذهاب إلى من طرابلس في البحر إلى قبرص، إنها طريقة باتت معتمدة عند الكثير، ويعني ما يؤكد ذلك هو عدد المراكب التي تم توقيفها هذا العام، ففي شهر أيار وحزيران وتموز وحتى يعني منذ أسبوع تقريبا تم توقيف زورق في منطقة أخرى نحو من ناحية الجنوب، واليوم في طرابلس أيضا. هذا ما يؤكد عدد السوريين الذين يحاولون الهروب رغم المخاطر التي تواجههم وهم في طريقهم في البحر. يعني الوضع اليوم الاقتصادي في لبنان يدفع الكثيرين إلى الذهاب بهذه الطريقة، الوضع الاقتصادي المزري الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين إلى 90% كما أظهرت كل الدراسات أو كل التقارير التي نشرت في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ذلك ارتفاع معدلات البطالة وعدم تمكن الطلاب أو الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدارس وحالات الفقر المنتشرة والبطالة في مخيمات اللاجئين. طب بالإضافة إلى شح المساعدات، يعني لابد من الإشارة إلى هذه النقطة، شح المساعدات من قبل الجمعيات ومن قبل الهيئات التي تعنى بأمورهم بحجة أن هناك تقليص دولي للمساعدات المقدمة للاجئين السوريين من جهة، وأيضا بسبب القيود المفروضة في لبنان على المصارف والتي لم تعد يعني تخول الجمعيات من تحويل الأموال. صحيح. يعني نور، من قبل فرض كل هذه المواضيع وكل هذه المستجدات كانت المساعدات لا تصل بالشكل الصحيح للجميع. ذكرتي أنه الموضوع يتم بسرية تامة، هل تم الكشف عن من هم هؤلاء السماسرة الذين ينقلون اللاجئين ويؤمنون هذه الرحلة ليتبعون لجهة معينة، وكم المبالغ التي تدفع لقاء هذه الطريقة بالعبور؟ نعم، يعني عادة ما لا يتم الكشف عن هويات هؤلاء الأشخاص، ولكن بحسب يعني معلوماتنا الخاصة يعني هم يكونون في العادة شركاء بين لبنانيين وسوريين، أشخاص لبنانيين وسوريين يتفقون بين بعضهم لتأمين الأشخاص الذين يودون الهرب من لبنان في البحر. بحسب شخص يعني سوري حاول في وقت سابق الهروب قال بأن المبلغ الذي يتم دفعه في هذه العملية
يصل إلى 500 دولار أمريكي، هذه العملة النادرة في لبنان حاليا. للأسف يعني يتم استدانة هذا المبلغ والمخاطرة بحياة الأشخاص لدفع هذا المبلغ ومحاولة الهروب، وفي كثير من الأحيان يعني تفشل هذه العملية. صحيح. ربما قد يعني وليس فقط تفشل، هناك أشخاص كثر حدثت معهم أمور كثيرة صعبة جدا خلال رحلتهم هذا التي تنتهي في نهاية المطاف بإعادتهم إلى لبنان. تماما. وبالعيش يعني العيش بظروف يعني أصعب وأصعب، لأنهم إما يرحلون بطريقة قسرية من قبل الأمن العام اللبناني، أو يتم إخضاعهم للتحقيق لفترات طويلة، أو يعيشون في لبنان تحت رقابة. نعم. وفي ظروف وشروط صعبة. يعني كما ذكرت يعني أغلبهم تتم إعادتهم إلى لبنان، ولكن على الجانب الآخر هناك طرق قانونية للهجرة من لبنان عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. كيف تتم هذه العملية باختصار، وكم تستغرق وقت، وإلى حد الآن ما الأعداد التي هاجرت عن طريق المفوضية؟ نعم أيهم، يعني إنها عملية تأخذ وقتا طويلا بحسب اللاجئين السوريين، وهي إعادة التوطين في بلد ثالث كما يطلقون عليها. يقدم ملف العائلة إلى مفوضية اللاجئين، ملف كامل مع كل المعلومات عن هذه العائلة، مع عدد الأفراد، مع ظروف والشروط التي يعيشون فيها، وعلى هذا الأساس تحاول المفوضية إخراجهم إلى بلد ثالث غير سوريا ولبنان. ولكن غالبا ما تأخذ هذه العملية أحيانا سنين لسنوات لكي تجري، أحيانا سنة سنتين ثلاث سنوات يبقى الملف عالقا إلى حين أن تجد المفوضية طريقة لإخراجهم من لبنان أو بلد ثالث يستقبلهم. لذلك أنه ليس بأمر سهل، ولأن الأمر فيه تعقيدات إلى هذا الحد وفيه انتظار إلى هذا الحد، يحاولون الذهاب بهذه الطريقة رغم أنهم على علم بأنهم يخاطرون بحياتهم. صحيح. ويخاطرون بحياة أطفالهم، لأن هناك عدد كبير من الأطفال الذين يتم إيجاد يعني يجدهم الجيش اللبناني على هذه المراكب، ويكونون غالبا ما يكونون في ظروف صحية صعبة جدا بسبب ما يتعرضون له من يعني مناخ سيء وعواصف في البحر يعني ورحلة طويلة. كم شاهدوا يعني حتى وصلوا لهذه المرحلة وعرضوا أطفالهم هذه الخطورة؟ شكرا جزيلا لك نور طوق مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. شكرا لك. فاصل قصير ونتابع باقي فقرات لم الشمل.